بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عاصم الجبارين، مبير الظالمين، مهلك الظالمين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا أمير المؤمنين وخاتمهم الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. يقول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الموت حثيث لا يعجزه هارب ولا يكيله مقيم، وإن أكرم الموتى القاتل في سبيل الله. وكذلك في هذا المقام يبرز قول الحوراء عقيلة الطالبيين سلام الله عليها حينما نادت وهي رافعة الرأس، نادت المجرم ابن زياد: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك. ثم قالت: ما رأيت، حينما سألها: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وغدا تحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلك كأمك يا ابن مرجانة. حقيقة يعتز الإنسان حينما يرى هذه المشاهد من وطنه، من بلده البحرين. حقيقة هذه الأيام يتم رسم تاريخ جديد للبحرين، تعطى دروس كثيرة من هؤلاء الثلة المجاهدة في البحرين إلى العالم أجمع. حقيقة هناك دروس نستطيع أن نستخلصها مما جرى. في البداية هؤلاء الشباب اليافعين الذين التزموا أولا بدرب الله سبحانه وتعالى، كانوا من المؤمنين، كانوا من المصلين. أحد الشباب الذين كان موجودا معهم قبل يومين من أخذ هؤلاء الشباب إلى الزنازين الانفرادية ينقل ويقول أن هؤلاء الشباب لا سيما الأستاذ عباس السميع وعلي السنجيز، هذا الشاب الصغير، كيف أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتلون الآيات المباركات، وكانوا متمسكين بصلاة الليل. حقيقة يعني هؤلاء التزموا بدرب الله سبحانه وتعالى وكانوا أقوياء من أجل ذلك. الله سبحانه وتعالى قد أفاض عليهم بروح الجلد والصبر والإقدام. رأيتم كيف أنهم قالوا لهذا المعمم الحكومي الذي طلبته الحكومة لكي يذهب إليهم قبل إعدامهم، قالوا: نحن مقبلون على الزواج غدا. حينما سأل سامي مشيمع وسأل عباس، طبعا لم يسأل علي، يقول بأنه شاب صغير، سألهم: أنتم متزوجون؟ قالوا: نحن غدا زواجنا. حقيقة الله سبحانه وتعالى بهذا القتل هو الزواج، ربما رفقة الذين الله سبحانه وتعالى هيأ لهم في جنان الخلد هو الزواج حقيقة. ويقول هذا المعمن، يقول: تعجبت من ضحكهم حينما قلت لهم بأن أنتم مقبلون على الإعدام. شوف، انظروا إلى هذه الروح المتعالية، لم يحزنوا، لم يهتزوا،
كانوا بالعكس مستبشرين فرحين، ها هذا فرحين قبل أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة، ها لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ها فرحين بما أتوا من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، مستبشرين فرحين. هذا الجلد يعطينا دروس حقيقة، ويعطي العالم ويعطي للتاريخ ولأجيال البحرين دروس. هؤلاء الثلة الثلاثة لا يمكن أن ينسوا أبدا. ربما لضيق الوقت أنتقل الدرس الآخر، أمهات أهالي هؤلاء الشباب، سبحان الله انظروا إلى هذا الصبر وهذا الجلد. أم سامي مشيمع تقول ما رأيت إلا جميلة، وغدا سأحاسبك يا حمد، سأحاسبك غدا، راح يخاصمونك وأخاصمك أنت. انظروا حقيقة، ما أدري بعضكم شفتون الفيديو تقريبا 10 دقائق، والدة علي السنجيس تتحدث إن كيف هي ربته على أن يكون مجاهدا في سبيل الله، أن يكون مقداما لا يخشى الموت. وتقول بأنه في الزيارة الأخيرة كنت أقول له تحافظ على صلواتك، تفرغ الليلة، تقول إلى تفرغ الليلة إلى الدعاء وإلى القرآن وإلى الصلاة، واطلب براءة الذمة من الجميع. فهو علي أيضا يقول لها اطلبي من الناس، اطلبي من جماعتي، من أهلي، اطلبي براءة الذمة إلي. حقيقة تقول بأنها كانت يعني حقيقة سبحان الله، هذه المرأة الزينبية شجاعة لا في المقبرة، حينما قيل لها تعالي واستلمي جثمان ابنك، لا حين الدفن، لا حين التشيع، لا حين أيام الفاتحة، لا أيام كسار الفاتحة، بالعكس كانت كاللبؤة تزجر وتلعن الجلاد وتلعن رأس هذا النظام الذي هو الذي يحمل وزر قتل هؤلاء الشباب حقيقة. إذن نحن أمام مشهد جديد يعطينا درب جديد، يعطي أجيالنا القادمة درب جديد. أيضا نتعلم الدروس من أبناء شعبنا الذي أثبت بأنه مقدام في الساحات لا يخشى. إذا قتلت هؤلاء فهناك العشرات المئات الذين ينهضون بدمائهم ويواصلون دربهم. لاحظوا أعزائي نقطة واحدة، عباس السميع كان عمره 5 سنوات أو 7 سنوات حينما قتل عمه حسن طاهر السميع، حينما قتل وقتل ظلما في المظاهرة في سترة أو في السنابز عفوا، عندما قتل في التسعينات نتذكر ذلك اليوم، كان صغير، كان يافع صغير. شوفوا الله سبحانه وتعالى هيئ هذا الإنسان أن يأخذ الراية، لم يجعل الراية تسقط، أخذ الراية. كذلك هؤلاء الشباب عندما سقطوا، هناك أتصور وأزعم بأن هناك المئات من الشباب، المئات سينهضون ويستلمون الراية ويواصلون الدرب. أيضا نشهد أنه حقيقة من الأمور التي شاهدناها وجدنا كيف أن النظام وصل إلى الحضيض. حقيقة إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وعندما يصل الظلم أقصاه فمعنى ذلك بأنه وصل هذا النظام إلى أضعف مستوى. حقيقة النظام لو كان الله سبحانه وتعالى أعطاه ذرة عقلانية لما لجأ إلى هذه الجريمة، لعله جعلها مثلا مؤبد أو ما إلى ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وسنستدرجهم من حيث لا يدركون، الله سبحانه وتعالى فعلا هو الذي استدرج هذا النظام وجعله يرتكب هذه الجناية فعلا لكي حقيقة يري العالم كله
هذه الصورة الحقيقية إلى العصابة الخليفية، هذه العصابة الإجرامية التي متسلطة على رقاب الناس. إذن نجد بأنه هؤلاء ارتكبوا هذه الجريمة، ولكن هيهات ينفذوا بجلدهم منها. بالعكس، الله سبحانه وتعالى أرانا كل من ارتكب الظلم لا سيما سفك دماء أبرياء، رأيناه في الدنيا قبل الآخرة. من قتل نفسا بغير نفس، كأنما قتل أو فساد في الأرض، كأنما قتلنا جميعا. الله سبحانه وتعالى من قتل يقتل ولو بعد حين، بمعنى التفسير لهذه الآية معناها بأنه يقتل في الدنيا بوسيلة ما. وفعلا هؤلاء طبعا الله سبحانه وتعالى يجعلهم يهلكون. هؤلاء، أنا أقول لكم اليوم بأن حمد بن عيسى هالك، أقول لكم اليوم بأن حمد بن عيسى قلبه ميت، هو ميت. إذا لعلكم تذكرون قول السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه قبل ربما زهاء 20 سنة من موت صدام، قال بأن هذا صدام هو إنسان ميت، ميت حقيقة. حينما يرتكب هذه الجنايات فهو ميت، ورأيناه حقيقة لأنه ميت لا يبصر. الإنسان الميت لا يبصر، لا يستطيع أن يعمل الرشاد، فعل الراشد، الإنسان الراشد. أقول بأن حمد بن عيسى الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى أبصار سمعوا وعلى أبصارهم وشاوة، فهم لا يبصرون. هؤلاء الله سبحانه وتعالى سيرينا إن عشنا، سيرينا ذلهم في الحياة الدنيا. أنا ما عندي قيد شك بأن الله سبحانه وتعالى سيرينا ذلهم في الحياة الدنيا عاجلا إن شاء الله. وكما أرانا ذل الذين تناولوا الناس بالشر والقتل والسيف، ها، من سل سيف البغي قتل به. وها الله سبحانه وتعالى سيجعل من يقتل هؤلاء، ربما نعيش في لذلك اليوم، لكن يذلون ذلا حقيقة. أقول ربما في نهاية حديثي أقول وماذا بعد؟ ما هو واجبنا؟ ما هو دورنا؟ كل واحد حقيقة يجب أن منا أن ينتبه إلى هذا الجانب، وهو بأن مرحلة ما قبل الإعدام ينبغي أن تكون مختلفة تماما. مرحلة ما بعد الإعدام يجب أن تكون مختلفة عن مرحلة ما قبل الإعدام. لابد من استراتيجية جديدة، لابد من سلوك وسائل جديدة، لابد من حقيقة حث العقول لترتيبات جديدة نقوم بها من أجل هتك أركان وهدم أركان هذا النظام الطاغي. لأن الطاغي ارتكب جناية عظيمة جدا تهتز لها عرش، يهتز لها عرش الله سبحانه وتعالى عندما يسفك الدم الحرام. أقول بأن مسؤوليتنا عظيمة. أنا أيضا بدوري أشيد بالأعزاء الشباب الذين اليوم يعني أغلقوا باب سفارة آل خليفة بالسلاسل. هذا عمل جميل جدا، وأنا أشيد بهم وأكبر فيهم هذا العمل. ويا ليتني أنا أيضا كنت معهم، لولا كنا في 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 محفل معين في ذلك الوقت. ولا بد أن نعمل هذه الأشياء. هي ليست هذه الأمور ليست حتى كسرا، لا تعتبر كسر للقانون في 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 بريطانيا الدولة التي نعيش فيها. لا بد أن نفكر في الوسائل التي تفضح هذا النظام. هذا العمل الذي عملوه الشباب عمل نوعي حقيقة، وأقول لكم ربما غدا أو بعد غد ستشهدون انعكاسات هذا العمل اللي عملوه الشباب في بعض الصحف والإعلام البريطاني. لأن الإعلام البريطاني لا ينتبه إليك إلا لما يكون شيء استثنائي حقيقة. لابد أن نفكر في أعمال استثنائية ضد هؤلاء الخليفيين الموجودين هنا المجرمين حقيقة، وأيضا النظام البحريني بشكل عام. أقول بأن هؤلاء كما أنهم ربما أقول لا نحزن، ربما سمعت كلمتي ربما في الفضائيات أو الرسالة الصوتية اللي وجهتها
إلى الجميع قبل 24 ساعة من الإعدام، ذكرت لا تحزنوا إذا النظام قد سيقدم على إعدامهم، لا تحزنوا لموتهم، بالعكس استبشروا، لأن هؤلاء ربما بعد عدة سنوات راح يتوجهون إلى الموت، هم كلنا ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. هم الله سبحانه وتعالى ربما أراد اليوم أن يكرمهم بهذه الميتة ويكرم أهاليهم. حقيقة كنت على بعض الفضائيات، وأم الشهيد سامي مشيمع تحدثت حقيقة بلغة شعرت بأني صغير أمام هذه المرأة الزينبية. شعرت حقيقة كيف أنها هي حقيقة عندها هذه الروح الإلهية الزينبية العالية. فعلا هم الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهؤلاء، وأنا رددت عليها وقلت لها بأن هنيئا لك، أن الله أكرمك بشفيع لك، هناك شفيع موجود عند باب الجنة يقول لن أدخل إلا أبوي وأمي وأهلي وكذا، هؤلاء يدخلون معي. هنيئا لعوائل الشهداء، والحمد لله وجدنا أنهم رافعين الرأس، آبائهم بإشارات النصر كانوا يستقبلون الناس، أبدا ما وجدناهم يبكون آبائهم وأمهاتهم، الحمد لله بالعالمين. حقيقة أقول بأنه لابد أن يكون هؤلاء نحاول أن نعلم الأجيال الناشئة درب النضال الإيجابي الطيب الذي حقيقة يذهب ليل الظلم والظلمات عن كاهل هذا الشعب. أقول لكم اطمئنوا عندما يرتكب هذا الجاني هذه الجريمة، اطمئنوا بأن موعد الفرج قريب إن شاء الله ببركة دماء هؤلاء الأفذاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.